أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا عن ارتفاع حصيلة الاشتباكات غرب البلاد إلى 174 قتيلا وأكثر من 750 جريحا من بينهم مدنيون، وذلك منذ بداية هجوم قوات خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس في الرابع من أبريل الجاري. وأوضحت المنظمة أن ما لا يقل عن 14 مدنيا قتلوا وجرح 36 آخرون جراء المعارك التي تسببت كذلك في نزوح أكثر من 18 ألف شخص.